وأنا أكون صريح وياكم، مع كل الأسف إحنا وردتنا معلومات من الشارع الأنباري بخصوص أسماء تخص أشخاص مسؤولين في المحافظة، يعني بدرجات وظيفية عالية في محافظة الأنبار، سواء كانوا من عوائل القيادات الأمنية أو الموظفين الحكوميين في محافظة الأنبار، ودققناها وفعلا ثبت أنه هذه الأسماء هي أسماء يعني كانت لهم معاملات غير صحيحة، ولكن احنا مصاحبين القرار باتخاذ أي إجراء قانوني. احنا راح نرفع تقريرنا إلى مكتب السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم، وهناك راح يتم اتخاذ القرار الصحيح بهذا الموضوع. احنا نتألم وكل الشارع الأنباري يتألم من نشوف انه اكو ارهابيين ساهموا بقتل اخواننا وابنائنا من القوات الامنية او من المواطنين الشرفاء من ابناء محافظة الأنبار، وساهموا بتدمير البنى التحتية في هذه المحافظة، يترأسون قوائم التعويض ويستلمون التخصيصات، في حين انه المضحين الحقيقيين من العوائل الشريفة ومن منتسبين من يعني الأجهزة الأمنية والقوات الأمنية لا زالوا ينتظرون في طوابير طويلة حتى يستلمون مخصصاتهم واستحقاقاتهم. احنا ان شاء الله راح نشتغل بمهنية، يعاوننا بهذا العمل هم وكالاتنا الأمنية البطلة اللي تعمل بقيادة عمليات الأنبار، وان شاء الله راح ننجز الواجب منا على أتم وجه. وأكد على أخواني أبناء محافظة الأنبار بتزويدنا بأي معلومة تخص هذا الموضوع، احنا تليفوناتنا موجودة نستقبل المعلومات، لأنه كثير من هذه المعلومات هي قيمة ومهمة. يعني ابن المنطقة من يعرف أنه أكو شخص كان إرهابي في منطقته وتم منح تعويضات، في حين أنه الشريف المجاهد الوطني المضحي يعني لا زال ينتظر ويراقب وينتظر أنه دوره بالتعويض، من الضروري أنه يزودنا باسم هذا الشخص، وباقي الإجراءات إحنا راح نتخذها ونكملها بالشكل الصحيح.